السلام عليكم البنات، اليوم ان شاء الله الوصفه ديالنا هو الطاجين ديال البطاطا الحلوه مع الزبيب. هذا الطاجين تيجي هائل وزوين بزاف بزاف. ديك البطاطا الحلوه تتجي متشربه بمذاق ديال الزبيب، وتيجي طاجين معلك وغزال، وما تنظنش الا جربتوه وذقتوه غادي تبقاو تستغناو عليه من بعد. نتمنى تجربوا الوصفه وتعجبكم ان شاء الله، وندوزوا للطريقه اللي هي جد جد بسيطه البنات. الطريقه جد بسيطه، غادي نديروا اللحم في الطاجين ونزيدوا البصله، البصله مشنفه، ندير الزيت، شويه ديال الملحه، الخرقوم البلدي، سكينجبير، والبزار، البزار غير شويه حتى نديرو من الفوق ديال البطاطا. غادي ندير واحد عويد ديال القرفة بحال هكا، شوية ديال الماء، غير شوية، شوية ديال الثومة مقطعة، غنزيد واحد شوية ديال الزعفران الحر إلا كان متوفر زيدو، صافي. وغادي نسد على الطاجين ونخليه يطيب، تيقرب يطيب اللحم، نخليه يطيب تقريبا مزيان، عاد غادي نرجع نكمل. هنا من بعد ما طاب اللحم تقريبا طاب مزيان، غادي نزيدو البطاطا، ونزيدو الزبيب، غادي نزيدو واحد شويه ديال الربيع من الفوق، انا عندي الربيع ناشف منشفه، وغادي نزيد شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار من الفوق ونسد عليه ونخليه يكمل طياب ديالو. وها هو الطاجين ديالنا وجد، تيوجد دغيا وبالصحه والراحه.